السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ عامله ايه؟ ازيكم؟ الحمد لله تمام. انتوا متجوزين؟ اخوات يا قرايب؟ لا اخوات والله. اخوات؟ جايين منين دلوقتي؟ كنت في شبرا عند الدكتور بعمل تحليل، والله مبهدله معايا طول الليل، فبدات اتاخر اتسحرت. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ الحقيقه هو مش اخويا، ده ابني وصديقي وتوامي. فالحقيقه كنا عند الدكتور وكنا مروحين، اتسحرنا مروحين. يعني مين اللي تعبان فيكم؟ اخويا. عندك ايه؟ عندي فيروس سي وتليف في الكبد. في العلاج بتاع فيروس سي اللي هو الدوله عاملاه 16 18، ولا ده لسه جديد يعني؟ ده جديد، لسه جديد. ان شاء الله تعالج ان شاء الله. يا رب. الله يتعيدها معايا قوي اختي. معلش. عادي، والدتي ماليش حد في الدنيا اللي هي بس. والدتك توفت؟ توفت، لسه متوفيه قريب برضه، وهي والله اللي كانت مرعيانه. يعني ربنا يبارك لها بعيالها. ربنا يرحمها. انا من السيده زينه. بص رايح لحد شبرا عشان خاطر اعمل التحرير والدكتور. وهي والله مرمطه معايا لحد بعد الفجر. دول ولادك؟ اه يا فندم. جوزك بيشتغل ايه؟ جوزي سواق. المهم احنا بنقول احنا زي ليله القدر وماشيين وبالصدفه وبنشوف اهلنا وناسنا كل ناس طيبه، يا ترى مين هيبقى ليه نصيب من الجائزه؟ مستمرين معاكم وهنسالهم سؤال يكسبوا او نشوف حد تاني. سؤالنا كان بيقول الملكه اللي لقبت بلقب بنت الشعب، بنت الشعب، يا ترى هي مين؟ ايوه يا فندم. طب في اختيارات؟ اه في اختيارات؟ اختيارات لو سمحت. يا ريت اختيارات يا فندم. معرفش عشان يعني طبعا الناس ماسكه الموبايلات وبتطلع، فانا اللي اساله اذا كانت كده اروح مكان تاني. يا ترى الملكه مين؟ متركه بنت الشعب. طب اختيارات. انا حضرتك مش ملكه فرعونيه. من اني دوله؟ عصر اني دوله؟ يا ترى يا ترى. بنقول في العشر ايام الاخيره مين بيكسب معانا وعاملين زي ليله القدر، هتروح الجايزه لمين؟ الملكه لقبت بلقب بنت الشعب، تفتكروا مين؟ هي من عصر الدولة الحديثة؟ الملكة تي. الملكة تي. تي تي مش انفرتي. تي تي الملكة تي. طيب تقول ايه؟ اقول ان هي والدة الملك امنحتب الرابع. معرفش هي اسمها مين. مين هي؟ انا عاوز تمام. هي الملكة تي. حضرتك بتشتغل ايه؟ حضرتك انا مدرسة تاريخ. مدرسة تاريخ؟ ايوه. ده انت محظوظة. الحمد لله. الملكة اللي لقبت بلقب بنت الشعب هي الملكة تي، والدة الملك امنحتب الرابع. ايوه يا فندم. الملكة تي. الملكة تي من عصر الدولة الحديثة. عزام شاهدين، واحنا بنقول احنا زي ليلة القدر، بنقول مين اللي هيكسب وسط العشرات. السيدة اسمك ايه؟ انا اسمي هبة عنتر. السيدة هبة عنتر مدرسة تاريخ. الحظ اللي احنا بنقابلها دلوقتي. الساعة كام يا جماعة؟ بركة والدتي ووالدي الله يرحمهم ويعينهم. الساعة 4:10 تكسب معانا جايزة البرنامج. الف مبروك. الف مبروك.